قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية المهندس فريد عمادي اليوم إن وزراء الأوقاف بدول مجلس التعاون الخليجي اعتمدوا وثيقة مهمة مقدمة من دولة الكويت بصفة استرشادية تعنى بتجديد مفهوم الخطاب الديني. وأوضح عمادي في كلمة ألقاها اليوم في الاجتماع السابع لوزراء الأوقاف بدول مجلس التعاون الذي عقد عن بعد أن الهدف من طرح هذا الموضوع المهم في هذا الوقت هو الإسهام بتنقية الخطاب الديني مما ألصق به مما ليس منه، وفي الرد على كل من استغله في غير محله وما ينبغي أن يكون عليه من التجديد المطلوب ولتجلية الخطاب الديني الصحيح الهادف.